خفضت جيبوتي مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع دولة قطر، كما أعلنت السنغال بدورها استدعاء سفيرها من الدوحة. وقالت جيبوتي إنها قررت اتخاذ قرار خفض المستوى الدبلوماسي مع قطر تضامنا مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب ومع دول الخليج والدول العربية. من جانبها قالت الخارجية السنغالية في تصريح رسمي إن السنغال تتابع باهتمام بالغ الأوضاع في منطقة الخليج وتعبر عن تضامنها الكبير مع دول الخليج والدول العربية.